الامريكان والصهاينه يريدون يعدمون صدام حسين هم اصغر من البقه اذا ما يعدمون. شنو هو الاعدام؟ صدام حسين قدم نفسه من اجل الشعب وهو طالب ثانويه للاعدام، وحال للاعدام ثلاث مرات، هذه ليس المره الاولى. صدام حسين ولا رفاقه ما يخافون. احنا ما نريد نوتر هالخطبه وهالسياسيه، احنا محكمه جنائيه، محكمه قضائيه، ما لنا دخل بمسائل السياسه، فلان شكله لعنة على فلان. جاوب على الافاده. هي لو مو سياسه ايش جابنا انا هنا وايش جابك انت هنا؟ اوصيك كعراقي عندما تكون في ظرف لابد أن تصدر حكم على صدام حسين ويكون الحكم بالإعدام، فتذكر أنه صدام حسين عسكري. أنت ليش الحكم يعني بالإعدام يصير عليه رميا بالرصاص وليس شنقا مثل أي مجرم عادي. جيء بي إلى هنا إلى الباب وأنا في الكلبشة. لا يجوز دخول المتهم مع القيود والأغلال، ما نقبل. وفي نفس الوقت المصعد كان عاطل والقرآن بيدي والكلبشة بدي، صعدت من مصعد اللي عامر بنفسه وبدي الاثنين يلا يدبر نفسه. حضرة نعم. القاضي نعم. الأول أنا لا أريد أريدك تناديهم، أريدك تأمرهم ننبههم. هم في بلادنا ننبههم على أن يطبق القانون. أنت صاحب السيادة، أنت عراقي نعم، وهم أجانب ومحتلين وغزاة نعم، فلازم تأمرهم بالحق